يونت 4 ميكينج نيو فريندز، تكوين او عمل صداقات جديدة. يبقى احنا عندنا فيرب ميك فريندز، ميك ايه؟ فريندز. يكون ايه؟ صداقات. او ساعات تقول بالعربي كده يصادق، مش عارف يعني بالعربي تمشي ولا لا، يعني يكون ايه؟ صداقات. ميك ها فريندز. في فعل بيساوي التعبير ده، يعني دي عندنا تعبير كده ميك فريندز، ماشي؟ في فعل اسمه بي فريند. بي ايه؟ فريند. بي فريند فيرب فعل بيدينا ذا سيم مينينج، نفس المعنى. رايت؟ طيب دو يو ثينك، هل تعتقد كده فريندز ار فيري او ار امبورتنت ان لايف؟ يس. يس. عندنا من كلمة فريندز التعبير اللي على السبورة ده فريندشيب، اللي معناها صداقة. فريندشيب معناها ايه؟ صداقة. يبقى عندنا الفعل ميك ايه؟ فريندز او بي فريندز، وجاي منها ايه بقى؟ فريندشيب. يعني بنشوف فاميلي، يعني العيلة بتاعتنا هي الديريفيتيفز اللي هي مشتقات ميك فريندز، بي فريند، او فريندشيب. فريندشيب الصداقة is very important. حاول تنطق وحاول انت هتكتب، هتكتب من نفسك المقال بخمس درجات، مش كل امتحان كتاب. is very important in your life. in life. in life يعني حاجة ايه؟ عام. يعني ايه فريندشيب يا شباب؟ صداقة. اول از بقى تكون؟ اوعى تقول ام ويز وار بمعنى يكون. اول بقى تعتبر تعد ان، مش فيها مشكله. تعتبر ايه؟ الصداقه مهمه جدا في الحياه، او مهمه لغايه فين؟ في الحياه. تمام. طيب في تعبير برضو نعرفه تاني، a friend indeed is a friend in need. يس. اكيد انتوا عارفين صديقها بالحق هو من يكون بجنبك وقت ايه؟ الشده. A friend indeed is a friend ايه بقى؟ in need. دي كله بروفيرب، يعني امثال خاصه بفريندز، يعني ايه؟ يعني صديقك الحق هو من ايه؟ ها؟ انا عاوز الناس قدامك تبقى مركزه 100%. من يقف ها بجانبك وقت ايه؟ الشده. عشان بس لما بعت له كده افتكروه، ماشي؟ فبنقول كده a friend indeed is a friend ايه بقى؟ indeed. طيب كل ده خاص بالفريندز. ايه كمان ممكن يتكتب هنا؟ a true friend. انت بقى تيجي تكتب عن فريندشيب يعني ايه؟ صداقة. او تقرا عنها تفتكر حاجات من دي. لو انت بتكتب تفتكر متقلق، لان انت في الامتحان لما تمسك القلم وتيجي تكتب مقال وكله يبقى عباره عن ترجمه من عربي ايه؟ انجليزي. دماغك مش هيطلع اللي في دماغك انت، هيطلع فيه على طول ميستيكس، يعني اخطاء. لما تيجي تترجم من عربي ايه؟ انجليزي. ساعات كنت وانت قاعد في اللجنه او انت قاعد دلوقتي حاليا تفتكر اللي بيتقلق في الحصص وتعمل ايميتيشن تقليد. انت قريت كلمه يبقى الكلام ده صح، تكتبه انا مش غلط فيه، او حاجه كده على السبوره، يبقى تحاول تقلد اللي انت سمعته او اللي انت قريته، مش اللي بيجي في دماغك تترجمه من عربي لايه؟ انجليزي. مش هيطلع اللي في دماغك، هيطلع اخطاء، ممكن تبقى الجمله معناها مختلف تماما. ده مول بقى a true friend. اللي على السبوره ده يعني ايه true friend؟ الصديق الحق. الصديق ايه؟ الحق. is the one هو سيز، هو الشخص الذي ايه؟ يرى. ركز بقى. يور فيرست دروب اوف تيرز. تيرز يعني ايه؟ دموع. تيرز يعني ايه؟ من هو من يرى اول قطره من ايه؟ من دموعك. ستوبس the second
and changes يغير. The third يعني الدمعة الثالثة into a smile. Smile يعني سام. لو انت بتكتب عن أهمية ايه؟ الصداقة، حاجة زي دي ممكن تفيدك. بنقول في الأول تاني عشان تبقى معايا، بقول a true friend يعني صديق الحق. صديق ايه؟ الحق. A true friend الصديق الحق. Is the one who sees your first drop of tears. tears يعني دموع. من يرى أول دمعة لك؟ يبقى هنا خدنا فيرب دلوقتي see بمعنى يرى، وبعدين stops يعني يمنع the second. أقصد ده الدمعة دي الثانية. يعني أنت يعني هتدمع كم مرة؟ ثلاثة عشان بس يعني أو اثنين، والثالثة تحول إيه بقى؟ لابتسامة. And change the third بيحول إلى الثالثة into a smile يعني ابتسامة. لو أنت في friendship يعني إيه friendship؟ ممكن حاجات بتعصبوك فيها. ما تقعدش انت بقى تترجم من عربي انجليزي كده مش هيطلع الكلام مظبوط. فنرجع تاني بنقول making new friends. ايه بقى الاوبجكتيفز؟ فاكرين يعني الاوبجكتيفز؟ كل واحده بنجيب الصوره ونراجع، وعاوزين اللي قدامنا بقى يحس في تغيير. فمات شهر 8 و9 واحنا بدانا في نهايه 10، يعني المفروض احنا هنمشي في المنهج شويه، ويبقى في مراجعه وامتحان على الست وحدات دول. هنشوف بقى في الريدنج هناخد ايه؟ ماجازين ارتكل. هناخد مقال في مجله about moving to a new town. moving to يعني الانتقال في يعني مدينه جديده. يعني الناس عزلت او changed the place of living، غيرت ايه؟ مكان. طيب ماجازين ارتكل about moving to a new town. an email to a magazine problem page. ايميل بريد ايه؟ الكتروني. بيروح كده لمشاكل في مجلة. راديو فون ان يعني برنامج اذاعي بالاتصال about bullying. bullying تنمر. bullying يعني ايه؟ تنمر. في ترجمة في الفصل ده ماشي؟ bullying التنمر، وكلمة bully كفعل يعني يتنمر او المتنمر نفسه. at school و having a debate. debate مناظرة. debate يعني ايه؟ مناظرة. مناظرة فيها contrast ideas افكار متفقدة. ايه بقى الجرامر اللي هناخده في الوحده الرابعه؟ articles countable uncountable nouns. هناخد ادوات التعريف وايه؟ والتنكير. الوحده دي دلوقتي اربعه. ايه وان وده؟ ما تفرقش كده؟ الفرق بين ايه؟ ها؟ وان. ده وده اسماء معدوده وغير معدوده. ده الجرامر كله في الوحده الايه؟ الرابعه. وهناخد كمان اللايف سكيلز ريسبكت فور دايفرستي. ريسبكت خلي بالك عشان ده مهم جدا في الترجمه. احترام دايفرستي التنوع. دايفرستي يعني ايه؟ تنوع. تنوع ممكن يكون في البيئه يعني حيوانات ونباتات مختلفه، والتنوع ممكن في ايدياز. لو انا فكرتي مختلفه عنك يبقى لازم بينا ريسبكت احترام. احترام التنوع ماشي؟ وهناخد كمان كوميونيكيشن تواصل. في تعبير هناخده بقى على كلمه ريسبكت. قلنا ريسبكت يعني ايه؟ يعني لو كتبت على السبوره كده ريسبكت ماشي؟ دي يعتبر دلوقتي ناون و وفيرب. ناون و وفيرب يعني ممكن تقول فيرب احترام او يحترم ماشي. جاي منها تعبير اسمه ماتشوال ريسبكت. ماتشوال ريسبكت. اعتبر كده جالك مثلا في قطعه ترجمه او حاجه وانت قاعد قدام الوقت وجالك سؤال وانت بتخمنها وانا اقول لك صح ولا غلط. ماتشوال ريسبكت. ريسبكت هنا ترى دي ناون. انا سالها لكم دي ناون. ترى ها الكبار لا ها ها الاخرين ها 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 احترام متبادل. احترام متبادل. لا بد ان يكون هناك احترام متبادل بين الصغير والكبير. لا بد ان يكون هناك احترام متبادل. لا بد ان يكون الترجمه مش هتعرفها في حصه وهتقول لها بالظبط ده طول ما انت عايش تعلم ترجمه. ازاي كل الناس تكون منتبه. يجب ان يكون هناك ايه؟ ها؟ كلمه
يجب ان يكون هناك ترجمتها there must be. ترجمتها ايه؟ there must be. تاني؟ there must be. there must be mutual respect. يعني بقى between the old and the young. البين ايه بقى؟ الكبار وايه الصغار. اكتبها لكم كده في صفحه ثانيه. there must be. mutual respect. وانا بكتبها كده انطقها وشوف السبيلنج. يعني بقول لك ازاي هتقدر توصل لمستوى افضل من اللي انت فيه. mutual respect يعني احترام ايه بقى؟ متبادل. between يعني ايه؟ يعني بقى الكبار والصغار. اخد ذا وصفه بس. ده هو ايه؟ ذا اولد اند ذا يونغ. ذا اولد اند ذا يونغ. مش بقى ذا اولد بيبل ولا حاليا. ذا اولد ايه؟ اند ذا يونغ. وفي كلمه اسمها الديرلي. خلينا الاسهل لكم بتوين بين الكبير وايه؟ والصغير. بتوين ذا اولد اند ذا يونغ. يبقى احنا بنعلق على كلمة ايه من شوية؟ ريسبكت. كلمة ايه؟ ريسبكت. ريسبكت زي ما قلت دلوقتي بمعنى ايه؟ نحترم او احترام نون واحد وبالغ وفيه ماتشور ريسبكت. احترام ايه بقى؟ المتبادل. الكلمات المهمة. وقلنا دلوقتي دير ماست بي لابد ان يكون ايه؟ هناك. لابد لابد ها؟ ان يكون ها؟ هناك احترام ها؟ متبادل بين الكبار والصغار او العكس دي او دي. طيب تعبير مع ريسبكت اسمه ركز بقى كده do you respect اسمه ايه؟ do you respect do you respect do you واخدين الحصه اللي فاتت do you respect دي بتقول عن ايه؟ لازم تو لازم تو دي اللي عندك دي adjective صغار الانجليزي يعني it's a big ocean الانجليزي of one English language اللي هو الانجليزية is a big ocean يعني ايه big ocean؟ يعني محيط كبير and you are just dabbling on the beach احنا لسه dabbling on the beach عارف اللي بيبلبل على الشط كده ما وصلش لاي حاجه اللي فكر نفسه عرف حاجه يبقى ما هوش عارف اي حاجه English language is a big ocean. Ocean. محيط واسع ماشي. And you are just dabbling on the beach. انت لسه على الشاطئ لسه بتعلم. اذا كان مدرس او اذا كان طالب كان ده الاثنين يبقى كله بيتعلم. فلما اقول بقى ديو تو بسبب ده خدناه الحصه اللي فاتت. ديو تو يعني ايه؟ بسبب. حد فاكر الحصه اللي فاتت ديو تو بتساوي ايه عشان اعرف تذكروه؟ يعني انا هكتب مثلا ديو ولو زي بقى تو اللي بتساوي because of because of وبتساوي owing to owing to كله شايف السبوره كويس بس هنا ديو لازم تاخد ايه بقى عشان اشتغلها صح. طيب because تاخد ايه of owing to خلاص. ديو بقى لو جت لوحدها كده اصبحت adjective يعني صفر. دي معناها صفر. ترجمه الحته دي بقى احترام ركز بقى واجب. احترام ايه؟ واجب او مستحق. اصبحت صفر. يجب ان تعطي الكبير احترام الواجب. من اي شو جيب ديو ريسبكت تو ذا اولد. ديو ايه؟ ريسبكت تو ذا اولد او تو ذا اولد ايه؟ خلاص؟ يبقى دي تعلقنا على كلمه ريسبكت. يبقى الواحده اسمها ميكينج نيو فريندز يعني تكوين صداقات جديده. يبقى ميك فريندز يكون ايه؟ صداقات. بتساوي بي فريندز بتساوي بي فريندز يعني ايه صداقه؟ فريندشيب صداقه مش صداقه. فريندشيب يعني ايه؟ صداقه. اقول لك كده فريندشيب از فيري امبورتنت ان لايف يعني ايه؟ طب صديق الحق هو ناخد زي جانبك وانت مش هلاقيه a friend indeed is a friend indeed صديق الحق هو ناخد زي جانبك وانت ايه الشلاء وخدنا برضه a true friend صديق الحق هو
The one is the one who sees, يرى first drop of tear. Toss to the second. Turns the third into a smile. كان فيها حتة كمان يعني ايه هي فيها طباعة يعني سيبك من ست هنا هو المفروض بيشوف الدمعة الأولى وهوبز ذا سكند هوبز يعني بيتلقى الدمعة اللي نازلة خدته على الأرض يعني بيتلقى يعني بي ايه بيشيل الدمعة الثانية وستوبز ذا ثيرد يعني يوقف الثالثة والثاني ذا ثيرد انتو ايه سمايل المفروض أربعة يعني ماشي مش مشكلة ما لحقهاش طيب نكمل هنشوف بقى الجزء اللي هناخده النهارده هنا ركز معايا ها اول كلمه ايه ادفايس انطق ادفايس هي ادفايس نصيحه هي ادفايس ولا ادفايس ادفايس بالسين ادفايس ادفايس Take care. هنا ايه الوقت ايه؟ وهنا؟ اس. ناون بمعنى ايه؟ نصيحة. اللي انا بقوله ده قبل ما تدخل المفروض يعني رابعة وخمسة ابتدائي كده المفروض تكون واخد الحاجات دي. قبل الاعداد اصلا. وديا فيرب. يبقى دي تترجم ايه بقى؟ نصيحة. دي ايه بقى؟ ينصح. طيب في تعبير كده هنقول الوقت بس عشان احنا هنتكلم عن ادفايس لما اقول جيف ادفايس انا خدت دي حرف غير بقى تو ها يلا بقى الناس اللي قاعده يعطي نصيحه ليه يعطي ايه؟ نصيحه ليه التعبير ده كله جيف ادفايس تو بيساوي ايه؟ ادفايس بس لما اخد جيف اخد ايه بقى؟ ادفايس وبعدين احط غير ايه؟ تو طيب الشخص اللي قدامي ده هيتبع ايه؟ النصيحة. بتضايق لما اكون شغال كده واقفين على رجلينا من الصبح في المدرسة وبيطلب قاعد يبص للتاني او واحد يبص للتاني. مش عارف يعني احنا المفروض يعني مقصرين في ايه؟ لما اقول فولو. يعني ياخد بايه؟ بالنصيحة. فولو. ماشي؟ او فيرب اسمه ستيك تو. اسمه ايه؟ ستيك تو. هقول لك جت من ايه؟ ستيك يلزق. ستيكر ستيكر يعني يلزق في حاجه باللغه العاميه بقى هتبقى او باللغه الفصحى هتبقى ايه؟ يلتزم كده ايه؟ يلتزم عليك ان تلتزم بالقواعد المدرسيه حتى النهارده الطابور لو انتم فاكرين يو شود ستيك تو سكول رولز او فولو يبقى لما اقول يتبع نصيحه يتبع او يلتزم بالنصيحه ناخد ايه بقى؟ فولو او ستيك تو فولو او ايه؟ ستيك تو انا قلت لك نصيحه وانت خدت بقى يبقى انت ايه بقى؟ فولو او ستيك تو ماشي؟ لو انت خدت النصيحه بقى اند اجنور ات كلمه اجنور يتجاهل اجنور يعني ايه؟ يتجاهل او يطنش يعني ده ممكن يكون العكس بتاعه ايه ادفايس ها؟ كونكشن تنفع صله او ايه؟ صله او ايه؟ There is a big connection هناك ايه بقى؟ العلاقه دي علاقه دي معنويه علاقه ايه؟ معنويه There is a big connection between pollution and diseases تاني عشان اللي قدامي كده ياخد باله There is a connection هناك ايه؟ between pollution and diseases الامراض يعني انت لو قد ايه بقى كونكشن يعني ايه علاقه او صله ماشي نبص كده للكلمه دي نوتس بورد نوتس بورد نوتس بورد كلمتين لوحه ايه او اعلانات المفروض زي اللوحه بتاعت المدرسه اللي بتكون مثلا نكتب فيها مثلا انشطه بتاعتكم او في رحله مدرسيه طالعه بنقول فيها الحاجه اللي احنا عاوزين نعلن عنها اسمها ايه بقى؟ نوتس بورد، نوتس ايه؟ بورد بقول تيك سمثينج فور جرانتد، دي بقى ايديوم مصطلح يتحفظ زي ما هو وما يتغيرش وليه معنى واحد. واخدين اوفر ذا مون فاكرين؟ اه اوفر ذا مون مش دي ده ايديوم هنا بقول تيك سمثينج فور ايه؟ جرانتد العربي عشان تاخد بالك بالعربي يعتبر امرا ايه؟ مفروغا منه او مسلما ايه؟ به يعني احنا الوقت بنبص الموبايل
ان مش حاجه جديده، ان كده كده لازم يكون معاك ايه؟ موبايل. يبقى سلمنا بجوز موبايل مع كل شخص. يبقى تيك سمثينج فور ايه؟ جراند. انت خدت في دماغك ان ساعه ما تفتح التاب الحنفيه تلاقي ايه بقى؟ ميه. انت في دماغك بص كده، لو مفيش يبقى ده حاجه ايه بقى؟ ها؟ سرير يعني بقى. يعني عاوز اوصلك بمعنى العربي، يعني يسلم بوجود ايه؟ الامر. يعني دايما موجود مش غايب. بقول take something for ايه؟ جراند. بناخد فيرب ايه؟ تيك. واخد كلمه ايه بقى؟ something، الحاجه اللي هتتغير دي. وبعدين حرف جر ايه؟ وبعد كلمه جراند بحفظ زي ما هي تيك ها؟ something for جراند. بص لكلمه ارتكل، يعني ارتكل ارتكل مقال، وتنفع سلعه، وتنفع اداه تعريف وتنكير. ارتكل كونزرفيشن، يعني ايه كونزرفيشن؟ محادثه. امال واخدين قبل كده كونزرفيشن دي واحده الاولى. كول رائع. مع ان كول يعني راقد. كول يعني ايه؟ راقد او يرقد، بس في دلوقتي كصفه. لامول كده هيز فريند، صديقه انسلتد هيم، صديقه انسلتد هيم، اهانه شتمه يعني. هيز فريند ايه؟ انسلتد هيم. بط عالي ريمين، ولكن عالي بقى كول. كول يعني بقى هادئ، يعني كويت، يعني ريلاكس، يعني مستريح، ماشي؟ او كال، يبقى هنا كلمه كول. انجوي طبعا يستمتع بيها. الكلمه دي بتاخد فعل مضاف له ايه؟ او اسم صريح. فيس بمعنى ايه؟ واجب. شفنا قبل كده برضه فيس بروبلم. فيفورت مفضل. لو كلمه فيفورت بطلها ايه؟ اس، تبقى الاشياء ايه؟ المفضله. حتى قائمه المفضلات في تيجي تبرمج حاجه فيفورتس اسمها فيفورتس. تيل ها؟ فولو ذا واي، يتبع الطريق. طب فولو ادفايس، يتبع نصيحه. رايت؟ واخدين النهارده كنا بناخد عن محمد صلاح اللي هو رول موديل. كنا بنقول تعريف رول موديل ا بيرسون يو ادماير، شخص انت ايه؟ اند يو ونت تو فولو، عاوز ايه؟ تتبع. فوت ستيبس. فوت ستيبس يعني ايه؟ خطواته او انجازاته او يعني مسيرته. ها؟ 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 جريد اسمه ايه؟ مرتبه او تقدير، يعني حاجه معنويه. انا مرتبه نفس يعني، ماشي؟ يبقى تقدير جريد. وممكن تكون درجه هاي جريد، درجه ايه؟ عاليه. انترميديت، متوسطه، لو، منخفضه، ماشي؟ او مثلا هي فينيش سكول، هو خلص المدرسه وذ هاي جريد بي درجه عاليه، زي تقدير كده. انديفيدوال سبورت، هو الرياضه يبقى فريق. انا عندي الرياضه عموما بتكون تيم، فريق. رياضه جماعيه، رياضه ايه؟ جماعيه. لو كتبنا هنا سبورت رياضة، وقلنا ممكن تكون أنواع الرياضة إيه؟ ركز كده. تيم سبورت، رياضة إيه؟ جماعية. بير سبورت، بير سبورت إنديفيدوال. أقول لك معناهم إيه؟ سبورت يعني ايه؟ رياضة. الرياضة تيم يعني جماعية. جماعية. رياضة جماعية. لايك فوتبول زي ايه؟ كرة القدم. بير زوجية. بير يعني ايه؟ زوجية. يعني واحد قصاد واحد او اثنين قصاد اثنين. بس محتاج واحد يلعب معاك. زي تنس. هتنس لوحدك؟ تنس لوحدك. يبقى مثلا فوتبول اذا تيم سبورت. كرة القدم رياضة ايه؟ جماعية. باسكت بول تيم سبورت. هاند بول ها؟ تيم سبورت. فولي بول تيم سبورت. امال رياضة بير، يو بلاين بير، يعني واحد قصاد واحد زي سكواش مثلا، او اثنين قصاد اثنين. اندفيدوال ايه؟ فردي. يعني عشان تمارس الرياضة دي مش محتاج حد، زي سويمنج السباحة، رانينج مش محتاج حد عشان تقدر تمارسها. حد فاهم حاجة؟ يبقى دلوقتي وصفنا الرياضة سبورت دي بكام؟ تيم بير اندفيدوال. يعني سكواش از سبورت يو بلاين بيرز، تلعب بقى ثنائيات او زوج زي ما بنقول كده مثلا، يعني واحد قصاد واحد. ممكن في التنس يكون اثنين قصاد ايه؟ اثنين، زي ما بنقول كده زوجيه يعني. نيكست اندفيدوال ايه؟ سبورت. لو رحنا هنا عشان نشوف الجزء الثاني
بص كده بقول لك ايه؟ جوي. جوي يعني ايه؟ بعد الثانوي هلتحق بالجامعه. ازاي تقولها؟ كده ترجمه. بقول كده ترجمه عشان الناس تلاقيها سهل. الترجمه هتبقى كده، هتبقى بالشكل ده اهو. افتر سكول اي ام جوين يونيفرستي. افتر ايه؟ سكول اي ام جوين يونيفرستي. يعني جوين بتاخد بالعربي حرف جر، انجليزي لا. بالعربي خدت ايه دلوقتي؟ هنا جوين بس. جوين يونيفرستي، جوين اشاريتي، يلتحق مثلا ايه؟ جمعيه خيريه، كلاب، ها؟ يس. يبقى جوين يلتحق ايه؟ بي. مجازين طبعا المجال اللي واخدينها بيرسونال، شخصي. جيفن بيرسون، لما اقول مثلا بيرسونال لايف هيبقى شخصيه زي برايفت لايف كده، او بيرسونال افيرز يعني شؤون شخصيه. طيب في تعبير نعرفه دلوقتي برضه، لما اكتب كده بيرسون يعني شخص، وهنا بيرسونال شخصي، واكتب هنا ان بيرسون. تعبير اسمه ايه؟ ان بيرسون. تعال نقول بقى بيرسون يعني ايه؟ شخص. جمعها بيرسونز او بيبول. طيب بيرسونال شخصي، ده صفر. يعني اقول مثلا بيرسونال ماترز مثلا، يعني امور شخصيه. امور ايه؟ شخصيه. امور او مسائل، ها؟ شخصيه. امور شخصيه. التعبير ده بادئ بايه بقى اللي فوق ده؟ في بيرسون بس في ايه؟ ان. معناها بنفسه، يعني الشخص بنفسه بذاته، دي معناها بنفسه او بذاته. تيجي ازاي بقى؟ عليك ان تتقدم للوظيفه بنفسك، ما ينفعش واحد ياخد الملف ويوديه بايده غيرك. اندرستاند؟ يبقى يو هاف تو ابلاي فور ذا جوب. يعني ايه ابلاي؟ عليك ان تتقدم للوظيفه بنفسك، ما حدش ينوب عنك. يبقى يو هاف تو، ها؟ يو هاف تو، يعني ايه تتقدم للوظيفه؟ ابلاي فور. اسمها يا اخوانا؟ ابلاي فور. يو هاف تو ابلاي فور ذا جوب ان بيرسون. ان ايه؟ بيرسون. لما اقول لك بقى بيرسون ولا ان بيرسون ولا بيرسون، بناخد ايه بقى؟ ان بيرسون. لنفسك، يعني مش واحد تاني ينوب عنك. يو هاف تو ابلاي فور ذا جوب ان بيرسون. طيب هنا بقول بيرسونال، دي ايه بقى؟ بيرسونال. تاني؟ بيرسونال. يبقى دي بيرسونال. بيرسونال اللي عندنا الجزء في الكتاب جايبها، بقول بيرسونال كام ان؟ قسم، ها؟ شؤون عملية. يبقى الوقت ده في بيج ديفرنس، يعني ايه؟ قسم شؤون ايه؟ العاملين. يبقى ده في اختلاف كبير ما بينها، دي معناها بالعربي كده قسم شؤون، ها؟ الترجمة عندكم ايه؟ عاملين. طب لو قلت بقى مدير قسم شؤون العاملين، احط بيرسونال ايه بقى؟ مانجر. مانجر. مانجر يعني بقى مدير. دي معناها مدير. يبقى لما تشوف كلمة بيرسونال، انا اسف ريان، بيرسونال غير، ها؟ بيرسونال. بيرسونال دي يعني شخص. امال بيرسونال ذاتس رايت. ريلاكس يعني يستريح. لو عاوز بقى مشتقات كلمه ريلاكس، انت بقى ريلاكس. انت المفروض انت بقى انت اللي هتمليني الوقت، يعني هكتب على السبوره كده ريلاكس. ريلاكس ماشي. وهطلب منك بقى تقول لي بقى التركيبه. ريلاكس جاي منها لا، انا عاوز الاول ريلاكسيشن اللي هو ايه؟ الاسترخاء. ريلاكسيشن يعني ايه؟ الاسترخاء. وبعدين عاوز صفتين اللي المفروض ما اغلطش فيهم. ريلاكسد. ريلاكسينج. ماشي؟ اوعى حد يقول لي اشخاص من الاشياء بقى تاني بعد كل الشرح ده. دي منتهيه بايه دلوقتي؟ ودي ده اسم مفعول وقع عليه الصفر، يعني مسترخي. يعني ايه؟ مسترخي، واقع على الصف. امال ريلاكسنج؟ مريح للاعصاب. حاجه بتريح ايه؟ الاعصاب.
ده وقع عليه الصفا ده بيؤدي للصفا. الاجازه كانت مريحه للاعصاب، ده ولا ده يوظف؟ انا في الاجازه كنت مرتاح. قلت بقى الاي ان جي ساعات بتتغير، امال دي ثابته دي ما بتتغيرش. الاي ان جي ممكن تقول اف يو ال او اي في اي، يبقى دي ريلاكس ريلاكسيشن او الاسترخاء. ستريس يعني انا مضغوط، امال دي بقى ستريس يعني معنى الكلام ده ان ستريس مختلف عن دي. يعني لو كتبنا على السبوره كده اكتب كده ستريس اللي بتساوي بريشر يعني ضغط. ستريس نون وفير دي، دي نون و تنفع ضغط او يضرب، ضغط او يضرب يعني هي غير بقى ريلاكس وريلاكسيشن اللي فات. طيب عندي بقى صفتين، الصفه الاولى ستريس يعني مضغوط مجهد وقع عليه ايه؟ بيعاني من الاجهاد خلاص. امال لما اقول وظيفه مجهده هتبقى ستريس فول، هتبقى ايه بقى؟ ستريس فول. يبقى احنا هنا ان هنا بايه؟ دي دي هنا ما فيش اي ان جي اف يو ال خلاص؟ زي اللي بالظبط ريلاكس وايه؟ ريلاكس. يبقى ستريس وايه بقى؟ وستريس فول. ستريس فول. تيم سبورت رياضه ايه بقى؟ جماعيه. قلنا الرياضه تيم سبورت، انديفيدوال سبورت يعني فرديه، وبير سبورت زوجيه، واحد او اثنين. تيم ميتس اعضاء ايه بقى؟ الفريق. كلمه ميت ام اي تي يعني زميل، يعني زميل. فلما اقول تيم ميتس زمايل في الفريق، اعضاء الفريق. طيب نبص كده لما اقول ديسك ميت، ديسك ميت خمنوا بقى. سكول خلينا بس دي نخليها بايه؟ بنفس اللون اللي فوق. سكول كلاس هنا مع كلمة ايه؟ ميل. كلها منتهية بكلمة ايه؟ ميل. ديسك ميت زميل، زميل زميل في التحت المقعد لا جنبك اسمه ايه بقى؟ ديسك ميت ماشي؟ تبقى سكول ميت زميلك في المدرسة، زميلك مش صديقك خالص، زميلك ما تكونش صديق. وبلس يبقى دي كلها يعني مع كلمة ايه بقى؟ ميت. ميت ديسك ميت سكول ميت ها؟ بلس في تعبير برضه اسمه انتميت، لو انتميت فريند انتميت فريند صديق ايه بقى؟ مقرب. صديق ايه؟ دي معناها صديق مقرب. انتميت اكيد انتوا بتقولوها بالعربي حاجه ثانيه. ايوه اكيد يعني عارفين التيم ممكن حاجه من جسمها انتيم، هي انتميت بس احنا شغلناها تكاتك يعني مش فاهم مش كده عشان تعرفوا كلمه انتيم جايه منين. نص يبقى انتمت فريند يبقى صديق ايه بقى؟ مقرب. يعني ممكن اشيل كلمه انتمت دي دهيا ونقول كلوز يعني صديق ايه بقى؟ مقرب. صديق ايه بقى؟ مقرب. طيب تينيجر واخدينها قبل كده يعني مراهق، اللي هو بيرسون بتوين 13 اند 19 ما بين 13 و 16 سنه، وير يعني بقى يرتاح. هنا بقى في ثلاث افعال لغايه ثالث ثانوي انت ممكن تغلط فيهم اللي هيتشرحوا على السبوره دول. دريس اسمها يا اخوانا؟ دريس. اقعد جنب عبد الرحمن ده. احمد اقعد جنب عبد الرحمن. قوم كده عشان تشوف كويس. قربوا شويه يا عبد الرحمن عشان تشوف. انا لما اقول ثلاث افعال ما تجيش بقى تقول لي دريس يعني فستان، انا بقول افعال 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 خلاص. غير بقى دريس يعني فستان خلاص بعيد. دريس ترجمتها يلبس او يرتدي، يلبس او ايه؟ طب ازاي استخدمها صح بقى؟ خلي بالك
لا يليها مفعول ك كلوز يعني ثلاثه يجيش وراها اسم البيت مقولش مثلا شيء از دريسنج ادريس او اسكار خدينا مثلا ثينكس لايك ذس غلط دريس يليها يليها طريقه الليتس طريقه ايه الليتس طريقه ايه الليتس يعني اقول مثلا شيء يوجوالي دريسز فاشنبل دايما بتلبس على الموضه بس ما بتلبس ايه يبقى هنا خدت ايه بقى ها طريقه اللبس مع كلمه ايه دلوقتي دريس مع كلمه ايه دريس تمام ثلاث افعال دول اللي هي ثلاث سنوات ممكن تغطيهم لو مش دلوقتي يبقى دريس لا ليها اسم لبس بيجي طريقه اللبس طريقه ايه شي يوجوالي دريسز ها فاشن يعني بتلبس على ايه على الموضه تمام كلمة دريس اللي عندنا على السبورة دي عشان تبقى بنفس الشريحة دي ممكن دريس تيجي يجي وراها ركز كده مفعول عاقل مفعول ايه؟ عاقل مفعول عاقل يعني معناه يساعد شخص في اللبس يساعد ايه؟ شخص في اللبس يعني اقول مثلا جملة زي دي mothers الأمهات دريس their kids كده اللي هي الايه؟ الاطفال فين بقى العاقل هنا؟ ها؟ كيدز وعندك كلمة ايه بقى؟ دريس يعني بتساعدهم فين؟ دريس يبقى لو كتبناها هنا كده يساعد عشان لما تقولوها كده تقروها يساعد شخص في اللبس خلاص؟ دي دلوقتي كلمة ايه دلوقتي؟ دريس لا ليها اسم ملبوسات مثلا او لبس شي يوجوال دريس سبيشنال طريقه ايه بقى؟ لبس او دريس لو جه وراها مفعول ايه؟ عقل اللي يساعد شخص في اللبس طيب نشوف الكلمه الثانيه وير الماضي منها وور التصريف الثالث وور برضه ترجمتها معايا يا اخوانا ولا يمكن وير وور وور تاني وير وور وور يرتدي زي اللي فوق برضه زي اللي فاتت او ايه؟ او يلبس تصف خلي ده هون اقل شويه تصف ما تم ارتداؤه بالفعل تصف ايه؟ ما تم ارتداؤه بالفعل انا بوصف واحد لابس حاجه لسه هيلبس كلمه ايه بقى؟ وير كلمة ايه؟ وير تصف ما تم ارتداؤه ايه؟ بالفعل ركز بقى او ما يجب ها ارتداؤه او ما يجب ايه بقى؟ ارتداؤه مش هقول كده students wear uniforms at school بتاعت الحضانة دي خلاص الطلب ترتدي ايه؟ زي واحدة هي دي الجملة ايه بتاعت دي students wear يجب ان يرتدي الطلاب ايه؟ يبقى كلمة وير هنا هيبقى لها معنيين المعنى الأول تصف ما تم ايه؟ ارتداؤه تصف واحد لابس ايه؟ واللبس هنا تم بالفعل أو تصف ما يجب ايه بقى؟ ارتداؤه لو خدنا كده علي is wearing يعني ايه؟ مرتدي a new suit يعني ايه؟ بدلة جديدة دي معناها بدلة جديدة ولابسها بالفعل ماشي اذا خدنا ايه بقى ها ايه وير علي از ويرنج نيو ايه سوت خلاص يو ماست يجب عليك يو ماست وير ا يونيفورم لازم ترتدي ايه زي واحد ات سكول فين المدرسه ده ما يجب ايه ارتداءه ما يجب ايه ارتداءه يبقى يو ماست وير ا يونيفورم ات ايه سكول طيب علي از ويرنج ايه؟ ها؟ يعني ايه دريس؟ هنقول الجزء اللي فات دريس يعني ايه من شويه؟ دريس يعني ايه؟ يرتدي او يلبس ليه ليها ملابس خالص؟ دي جرب اول حاجه طلعت من اثنين يساعد
ساعد شخص لا استخدام طب الجملة دي علي is wearing يعني علي ايه بقى؟ مرتدي علي ايه؟ مرتدي a new suit يعني ايه؟ طيب بقول لك كلمة dress ممكن اخدها اضيف لها بعض الحروف تبقى adjective ايه؟ صفة بمعنى مرتدي بمعنى ايه؟ مرتدي زي ده هنا is ايه؟ wearing is wearing يعني ممكن اقولها ازاي؟ علي is علي is dressed is ايه؟ ان يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ خدت ايه دلوقتي؟ فيرب تو بي ودريس ضفت لها؟ اي وخدت حرف غير ايه؟ تديك مرتدي از دريسد ان از ايه؟ بس خليت ادجكتيف يعني بقى صفة معلش بقى زي الجزء اللي فات يبقى علي از ويرينج بتساوي؟ طيب الجزء الاخير فيرب بوت اون بوت اون برضو معناها يرتدي دي بتشير الى عملية الارتداء عملية ايه بقى؟ او اللبس يعني واحد انا بقول له كده اطلع والبس مثلا جاكيت عشان الجو مثلا برد او كده يبقى بوت اون يبقى لسه الحاجة دي ايه بقى؟ يس ناخد كده مثلا جملة أنا بقول لشخص كده It's cold الجو إيه بقى؟ برد الجو برد Go upstairs Go upstairs فاكرين upstairs بتاعت القصة؟ محدش يرد علي اطلع الدور الثاني كده اطلع الطابق الأول and put on your coat مثلا ارتدي الإيه؟ المعطف اطلع كده وارتدي يبقى لسه المعطف لسه ايه؟ يس يبقى خدنا بوت ايه بقى؟ اون بوت ايه؟ طب انا بقول له كده انتظرني كده لحظه لغايه ما البس مثلا حاجه يبقى نفس كده بقى بوت اون يبقى ويت انتل اي بوت اون ماي جاكيت حد فاهم حاجه؟ يبقى كان فعل دلوقتي؟ درس وير بوت اون محتاجين على فكره قراءه تاني وحل اسئله عليهم عشان ما غلطش فيهم طيب التعبير ده بقول بي اللاود يعني مسموع بي ايه اللاود وطبعا عكسها نوت اللاود يعني في ساعات كده بيخصصوا مناطق للتدخين المنطقه دي مسموح فيها التدخين يبقى ها سموكينج از اللاود هير سموكينج از اللاود يعني ايه اللاود ده مش مسموح It's not allowed. Not allowed أو forbidden أو banned. ماشي؟ بقول connect يعني ايه؟ يتصل. خدنا في أول حصة connection. اللي هي العلاقة. العلاقة أو الصلة. ماشي؟ extra. إضافة. ها. الكلمة دي هناخدها كتير جدا extra. بمعنى إضافي. ممكن تساوي عندنا ايه؟ هي صفة على فكرة دي. يعني الاديشن عندي ظرف. ده هي صفر صفر اكسترا اضافه هتساوي مور اديشنال انا بقول الصفر او كلمه اسمها فيردر يعني المزيد معناها بالعربي ايه بقى؟ المزيد المزيد او اضافه انا بقول لك الكلام ده عشان تعرف الاولى ثانوي تبقى سهل عليك الثانيه والثالثه ما ينفعش كل حاجه تاخدها في الثالثه يبقى لما اقول اكسترا تايم اضاف فوتبول ماشي بتساوي مور بتساوي اديشنال بتساوي فير دي نفس ذا سيم مينينج يعني ايه؟ نفس المعنى خلاص اكسترا انفورم يعني ايه بقى؟ يخبر يعني بيقول كده ان فيه بيقول ان في فرق بسيط قوي ما بين كلمه انفورم وكلمة انفورم بالعربي انفورم يعني وكيل الفرق بقى ان انفورم حاجه انفورمال رسميه يبلغ بشكل ايه بقى؟ رسمي يبلغ بشكل انفورم ذا بوليس يعني المدرسه بتبلغ ولي الامر ان الطالب النهارده ازحنا على السور ماشي؟ ده في طلبه بتزحنا على السور وطالبات تقريبا
يعني الناس اللي مش موجوده. يبقى عشان نفق يبقى انفورم وتيل. ايه الفرق بينهم؟ انفورم يعني بشكل ايه؟ رسمي. انفورم يخبر او يبلغ خبر بشكل ايه بقى؟ رسمي. حتى يعلن جاي منها انفورميشن عن ما يروحش جاي من كلمه انفورم. خلاص؟ يبقى انفورم حاجه اوفيشال يعني بقى رسميه. يعني لو انت في المطار كده، لو انت في المطار وبعدين المضيفه مضيفه الطيران او المعلن في المطار بيقول لك كده وريجريت بنندم بنأسف تو انفورم يو ذات عشان ايه؟ نبلغك انت رايح كده والطياره كده والطياره اجلت الرحله بتاعتك الظروف الجويه مثلا. طب احنا بنعلن في المطار يبقى شكل رسمي ولا ودي؟ رسمي. الرسم ده ملوش دعوه اصلا، مش فريندلي. يبقى وي ريجريت نحن ايه؟ نأسف تو انفورم يو. معانا الدير معايا كده وفعلا مركز معايا فعلا. تو انفورم يو ذات يور فلايت هاز بين كانسلد. الرحله فرضيه او ديلي وجلت. خلاص؟ يبقى كلمه انفورم يبلغ بس بشكل ايه بقى؟ رسمي. ده غير الفرق بينه وبين تيل. فاكرينها ولا اكتبها؟ طيب انفورميشن ايه؟ معلومات. حد يقول حاجه؟ طب ماشي تمام. ايوه كده خليكم صحيين. فوق تاني؟ طيب رافتر مي بلود 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 بلوشن لون وين؟ في صفتين انت تغلط فيهم. انا هكتبهم عشان كنتوا فاكرينهم ولا لا. طب انا هكتب هنا بلود بلوشن. اغلط في دول؟ لا. ده يعتبر ايه دلوقتي؟ فيرب. ها؟ ناون. فيرب ايه؟ ناون. يلوث؟ يلوث. خلاص؟ نشوف بقى الصفتين اللي موجودين اللي ممكن اغلط فيهم ايه؟ يلوث وملوث. بليوتد. جاء وقع عليه ايه؟ التلوث. بوليوتد ووتر. بوليوتد اير. يعني هواء بقى ملوث. يعني فيه تلوث. اسمك غلط. طب بقى حاجه تسبب تلوث. بالعربي بقى مش ملوث، ملوث. اللام تحتها كسره. واضحه؟ ملوث اسم مفعول. ملوث اسم ملوث. لا. طيب لما اقول بقى ماده الرصاص مثلا لو اتحطت في ميه واحنا شربنا ليمون من البول يبقى اقول بليوتنت. اقول ايه؟ بليوتنت. شايفين بقى نهايه الصفه ما فيش فيها اي ان جي ولا فيها اف يو ال ولا فيها اي في اي، فيها اي ان تي. هتبقى بالممارسه بس ملهاش قاعده. يبقى عندنا كلمه بليوتد بتترجم ايه يا شباب؟ ملوث. دي فتحه عشان ظروف المجموعة. دي بقى ها؟ ملوث. ايه؟ كسر. اسم ايه؟ فاعل. اسم ايه؟ فاعل. افتكر ان الكلمة دي اسمها ليب، قلتها في الشرح قبل كده. ليب مادة الرصاص. مادة الرصاص. مش انت واخد ليب يعني يقود؟ اه. لا معنى تاني. مش قلنا انجلش ليب اوشن هو الدف ليب ريتش؟ طيب ما تنسوش الحتة دي. ليد يعني مادة ايه بقى؟ رصاص. يبقى لما اقول لك كده ليد الرصاص بليوتد ولا بليوتن؟ بليوتن. ملوث لو اتحط في حاجة هتبقى بويزن مسممة. خلاص الكلمات كده؟ افتح لي بقى الكتاب بتاعك يلا. يبقى الامتحان يوم ايه يا شباب؟ ساعة. من 9 ل 11 ساعتين. خلاص؟ وكل يوم بيمر بجدية. وتدخل الامتحان ايه؟ ولسه مش هتشوفه تاني. تخش الا مرة بس. بول ذيرز ا كلير بتوين كرايم اند ريورد. ان شاء الله اللي قلناه من شوية بقى نشوف احنا بقى جبنا نتيجة ولا لا. ذيرز ا كلير ناخد بقى؟ كونكشن. كونكشن.
اكتب كده علاقة أو صلة connection. There is a clear connection between crime and the poverty. لا أنا عاوز أركز بس على الجملة الأولى وأشوف بس اللي أحط القلم في بقه برضه 150 مرة شغل العظمة ده. لما أجي أترجم الجملة دي connection بقى تترجم إيه بقى؟ يعني تواصل ولا صلة؟ صلة. الامتحان لما يجي اختياري في الترجمة هيجي كده، أنا عاوز connection صلة أو علاقة. أجيبها لك في جملة واحدة صلة، التاني يقول لي بقى تواصل ماشي؟ عشان تبقى غلط، هي تواصل ولا صلة؟ صلة. لما أجي أترجمها هناك، فين هناك دي؟ فين هناك يا أمير؟ هتنطق. هناك علاقة واضحة بين كمل بقى يعني ايه كرايم؟ كرايم يعني ايه؟ كريم. كرايم يعني ايه معتز؟ كريم. عند بفرتي الفقر. بفرتي يعني ايه؟ الفقر. الفقر يعني هناك علاقة واضحة بين الجريمة والفقر. يعني عاوز اقول لك اللي بيعمل جرائم ده معظمهم يكونوا ايه؟ فقراء. ماشي؟ يعني عاوز اقول ان بافارتي يعني الفقر ليدز تو كوميتنج كرايم، يؤدي الى ارتكاب الجرائم. الجمله دي معناها كده. يبقى بافارتي جايه من كلمه ايه بقى؟ بور. بور يعني ايه؟ بافارتي اللي هو ايه؟ الفقر. طيب اتس امبورتنت، مهم جدا تو ذا انستراكشن. يعني ايه فولو؟ يتبع. احنا واخدين على السبوره فولو ادفايس؟ يتبع. طب انت عندك تو فولو انستراكشنز. يتبع التعليمات. يتبع تعليمات. ودايما كلمه انستراكشنز تعليمات او اوامر بالاس، بالاس ملهاش مفرد. من المهم ان تتبع تعليمات الطبيب تو بي بيتر، لتكون احسن. تو بي بيتر. تو بي بيتر. لو عاوز فعل مكان بي بيتر اقول ايه؟ اولى ثانوي. تو بي جود ماشي، بس هي يعني المفروض تكون احسن يعني مش تكون ويل. تو بي ويل ماشي. تو امبروف. أو تو فيل بيتر أو تو ريكفر، يعني كلمة ريكفر يعني تحسن. يبقى تو امبروف يور هيلث أو تو ريكفر. أي ريد شي أن لارج جلوبال وورمينج. يعني أرتكل مقال. قريت مقال عن جلوبال وورمينج. تحتفظ؟ بس حالات. جلوبال وورمينج يا شباب. قريت مقال على تاس حري في الجريده اليوم. يبقى جلوبال وورمنج يعني ايه؟ احتباس. This is connected with the news of Egyptian artists. يعني اقول لك يعني مهتمه باخبار الفنانين المصريين. مجازين. مجازين. مجله. مجازين يعني ايه؟ في الجمله خليكم معايا في رقم اربعه. حاول بس تركز شويه في الاخر الحصه زي ما احنا. Concerned with تحت خط. شايفينها؟ معناها مهتم بيه. مهتم بيه. concerned with يعني ايه؟ مهتم بيه. بتساوي interested in. واخدين تعديل interested in يعني ايه؟ مهتم بيه. interested عاوز احط في جر؟ ايه؟ طب concerned with. with. الاثنين بيساووا بعض. هذه المجله مهتمه باخبار الفنانين المصريين. اول كلمه بقى في اختيارات نوتس بورد. اعتقد على السبوره يعني ايه؟ لوحه اعلانات. او اعلانات. نوتس بورد يعني لاحظت او اعلانات. جراند هدية أو منحة. ده اسم. جريد درجة أو تقدير. واخدين على السبورة برضه. هناخد مجازين. رونالدوز سيف ذات هيلب تيم ميت. تيم ميت يعني تيم ميت؟ اللي هم زملائه. طيب. عن شايف كلمة نمبر سي كوليجز. سيف ده افتراق. اسمها بوليس. اسمها بوليس. زملاء في العمل. زملاء في العمل بس مش في الدراسه. يعني بعد ما تخلص شغل وتتوظف يبقى زميلك في المكتب اسمه ده كوليس. اسمه ايه؟ كوليس. زملاء في العمل وليس الدراسه. ريماس جوت ا بارت تايم جوب. ريماس حصلت على بارت تايم جوب. بارت تايم جوب يعني ايه جوب؟ وظيفه لبعض الوقت. وظيفه ايه؟ يعني بالعربي كده وظيفه مؤقته. وظيفه ايه؟ مؤقته. تو ايرن سام اكسترا ماني. يعني ايه اكسترا ماني؟ يعني عاوزه تكتسب او مال اضافي. He found it very وجد الامر very hard to teach a class full of
who are not adults yet. Teenagers. يعني teenagers. مرافقين ليسوا adults. كبار. يبقى كلمة adult أكثر من 19 سنة، أكثر من 19. ومن من 13 ل 19 بنسميه teen أو teens أو teenagers. عندي أول كلمة grown ups يعني الكبار. أول كلمة الكبار. منى is believed to have left school after the third. جريد. هل قلت جريد من شعر يعني؟ دي درجة ايه؟ هنا هنا الجملة دي انت بتقرأ معي بقى دي معناها درجة وتقدير. يعتقد ان منى تركت المدرسة بعد الثيرد جريد. الدرجة الثالثة ولا الصف الثالث؟ الصف الثالث. يعني بعد سنة ثالثة. يبقى ده معنى ثاني بقى صف. صف دراسي يعني اولى 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 ثانية ثالثة. حد فيهم حاجة؟ يبقى جريد تنفع تقدير؟ يعني انت مثلا سكندري جريد 1 ثانوي ها صف جريد 2 جريد 3 خلاص. في تعبير اسمه جريد اسمه ايه؟ جريد يعني جريد كده احط لها احط لها دي دي جريد لما اقول ديس اكسرسايز التدريب ده از جريد من اللي هيقولها بقى؟ مقدر يعني قبل ما احطه احط الدرجات جريل يعني متدرج يعني ايه؟ متدرج في الصعوبة من الأسهل لإيه؟ الأصعب يعني بدأت كده سهل نفس أصعب شوية بدأت في الأصعب يبقى جريل يعني بقى متدرج. طيب ميني فاميليز أهوت أوف هارد شيبس أز ريزلت أوف نفس اللي أهوت ده مش عارف أعمله إيه؟ كيس يعني إيه؟ يواجه كيس يعني إيه؟ يواجه اللي في الجملة كلمة هارد شيبس هارد شيبس يعني صعوبات بتكتبوها كده هارد شيبس يعني ايه؟ صعوبات او معاناه ماشي ما هي نفس المعنى بتساوي ديفيكالتيز تيجي نترجمها كده يواجه العديد من الاسر تواجه العديد من ايه؟ الاسر الكثير من ايه؟ صعوبات نتيجة نفسي مرة أبص للناس كده أحس إنها اتغيرت شوية هاي برس يعني ايه؟ أو الأسعار المرتفعة يبقى يواجه العديد من الاسر الكثير من ايه؟ الصعوبات. ايه الصعوبات بقى؟ بسبب هاي برايس يعني ارتفاع ايه الاسعار؟ الاسعار ايه؟ My children used to fight but they are now. قول قول الجملة مربوطة بأند ولا ببط؟ لازم تفهم فبقول لك أبنائه كانوا متعودين فايت تشاجروا ماشي؟ بس دلوقتي إيه بقى؟ قول يعني إيه؟ زي كلمة ريلاكس كده خلاص؟ هقرا معاك الجزء ده بقول اكسبريشنز فريز اند بروبوزيشنز تعبيرات و بروبوزيشنز بريك تايم هقرا بسرعه كده عشان الوقت وقت اللي هو بريك ايه؟ تايم اللي معناه وقت ايه؟ الجزء بريك تايم بيقول لك وقت الفسحة أو الراحة بيزي الصفة دي بيزي يعني ايه؟ لو جاء بعد بيزي فعلا تطلب ايه؟ عندك في الجزء ده القطعة دي في ناس من نفسي هتقال لها كلام وحش كده في وسط مجموعة مشتركة عشان يعني هرج كسب على دماغك كويس لو جاء بيزي وراء فعلا تطلب ايه؟ ام بيزي doing one لازم doing ماشي do breaks do team sports وقد ايه enjoy yourself feel better يشعر بالتحسن feel like يشعر وكأنه find out give advice انها صبورة يعني ايه get easier go online ask for connect with يتصل فيه خلاص
connected يعني مرتبط بصفة good at and good for. دي مهمة بقى. good ثالث مرة ايه؟ جيد فيه. جيد فيه يعني ذو مستوى جيد فيه. He is good at English. يعني هو جيد فيه. أو يجيد اللي هو الإنجليزي. good for ترجمتها بقى؟ مفيد. عكسها bad for. ضار. ضار. ترجمتها ضار. smoking is bad for health. Smoking is bad for health. good to all عطوف او بر بي. يجب ان تكون عطوف على جيرانك. على parents. يبقى good. add ولا for ولا to. انت فهمت دلوقتي ان good خلي كم حرف جر؟ good add. كل واحدة لها استخدام معين. go out with, make friends, count the car, make it easier, on my own. على دايرة. on my own يعني بمفردي. يعني by yourself. يعني by myself يعني بنفسي. يعني without help. بدون اي مساعدة. اللون. yes. part of the deal. pass an exam. بقول يجتاز ايه. work. put into practice. spend the time with. instead of. move to. revise for. stressed about. مضغوط ايه. مشاهد. talk about and talk to يعني تحدث ايه الى طيب هات لي اخر صفحه 147 اخر حاجه انا قلتها والباقي كل واجب كده يعني الاسئله دي انا ببعت لك اجابات النهارده زي ما انت امتحان يوم السبت ان شاء الله بقول لك finally she took my and gave up smoking advice خليك ايه بقى نصيحه ما انت بتزود بكلمه advice احنا خدنا كله يعني يلتزم يستيك تو يلتزم وتيك كم فعل؟ لما انا هعمل بنصيحتك يبقى فولو تيك تيك تو هوليديز اولويز جيفز اس ا تشانس تو الاجازات بتدينا ريلاكس بس ريلاكس بس خدوا مش ما تاخدوش بالشبك انا هاخد الفعل فين؟ في المصدر الاجازات تعطينا فرصه لكي نستريح يبقى ناخد ايه بقى؟ ريلاكس My parents asked me, يعني نصحوني, to revise well my next exam. Four. Revise well إيه بقى؟ Four. The internet and social media have made it easier. جعل من السهل to make friends. يكون إيه؟ All of us, جميعنا, should learn how to be good. Two. أت ولا two? لازم نكون عاطفين مع كبار السن. Old people يعني. يبقى two. Our English teacher is very he wears casual clothes. Personal. ايه؟ الثانيه لا بيرسونابل انت ما قريتهاش بقى في الاخر. الاولى بيرسونابل ما قلناش على الصبره دي يعني كذاب. يبقى في بيرسون مش كذاب بالكاف بالجيم. يبقى بيرسونابل يعني اتراكتف يعني كذاب. I as a teacher always the importance of studying before my studies. يعني بأكد على ناخد بقى ستريس تنفع يضغط او ضغط او ايه يؤكد على children must follow their parents advice عكس كلمة follow ايه؟ avoid يبقى avoid يعني تجنب او ignore يتجاهل my favorite hobby is reading short stories the synonym of favorite بقول لك مرادف كلمة favorite ايه؟ prefer منين؟ من الاولى خلاص؟ We enjoyed during our last holidays, our selfies. يعني متعنا نفسنا. وانتوا قاعدين كده لو حد غايب عرفوني كده الناس اللي بتسافر او اللي دقيقة واحدة بس الصبيان خليكم دقيقة واحدة. دقيقة بس نشوف الصبيان. هذا بس الوقت شوف اللي جايب لنا احنا هنشوف بس عشان احنا Yes.
يعني ساعة ما اطلب منكم حاجة كأن طالب جبل يعني كل دقيقة واحدة. طب الحصة الجاية هنعمل زي ما عملت كده في المجموعة. اللي ما سددش بقى يجي لي بقى النهارده 18 ولا 19 ولا ما سددش بقى يجي لي ولو حد غيره هعرفه.